من هنا تستطيعون رصد سماء فلسطين الجميلة، فهذا المرصد هو الأول والوحيد في فلسطين، وهو يعتبر جزءاً من المنظومة العالمية للمراصد الفلكية. عملت بلدية الخليل على إنشاء أول مرصد فلكي موجود في فلسطين بل والشرق الأوسط من حيث الإمكانيات والميزات الموجودة والمتوفرة لديه. الهدف الرئيسي لإنشاء المرصد الفلكي هو استقطاب زيارات من كل مدن الضفة الغربية لزيارة المرصد الفلكي الموجود في الخليل للتطبيق العملي للمناهج الفلسطينية. نشغل موضوع تفعيل الرصد لسماء فلسطين، يعني سماء فلسطين سماء جميلة جدا، ولكن للأسف ما فيش المكان اللي بيقدر يرصد الأحداث الفلكية اللي بتصير بشكل دائم. نشتغل على كمان موضوع جديد هو إنشاء أول مكتبة عربية فلكية إسلامية بتختص بالتراث العربي الإسلامي. أنا أول إشي عضو في نادي هواة الفلك الصغير، طبعاً استفدت منه وكمان عرفت معلومات جديدة وكمان توسعت معلوماتي في الفلك، فمثلاً بعرف من إيش تتكون الأرض بشكل موسع وماذا تحتوي وكمان عن الكواكب، كمان نتطلع على تلسكوب فمنشوف الشمس وندخل جوا القبة، فالمسرزان تعطينا فيديوهات منشوف عن الثقوب السوداء. الناس معظمها يعني بتتفرج على السماء بس ما بتعرف تميز نجمة من كوكب، يعني أول نجمة إحنا بنشوفها دائما نفكر أنها هي نجمة ولكن فعليا هي كوكب الزهرة. هلأ قديش الناس بتعرف هاي المعلومات وقديش الناس بتعرف أنه أنا ممكن اليوم أشوف كوكب زحل، يعني أنت اليوم إذا بتجي تتفرج عنها بالتلسكوب الموجود بتشوفي كوكب زحل وبتشوفي جميل جدا، بتشوفي كمان أقماره لأنه عندنا الريزوليوشن كتير عالي وتلسكوب مواصفاته كتير عالية. فلا قديش الناس بتعرف عن هاي المعلومات هي كتير قليل، فإحنا بنحاول نعمل تفعيل لرصد سماء فلسطين، فبنطلع قائمة بالأحداث الفلكية الشهرية اللي بتصير كل شهر.